السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وجعت سعاده الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب انا امل ودي قناتي لو اول مره تشوفي القناه يا ريت بسرعه تنزلي تشرفيني وتنوريني وتشتركي في القناه لان شرف ليا وجودك معايا ما تنسيش تفعلي له زرار الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك بايديك الحلوه دي يوم جديد وروتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بس قبل ما نبدا الروتين كالعاده ننزل نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وما ننساش ندعي لاخواننا ان ربنا ينصرهم نصرا عزيز اللهم امين يا رب العالمين وكالعاده لو ما عرفناش الخاطر فمن نكسروش ربنا يكبر بخاطرنا كلنا ورزقنا اضعاف مضاعفه من اللي احنا بنتمناه اللهم امين يا رب العالمين ربنا يرزقنا الصحه والستر وراحه البال اللهم امين يا رب العالمين وحشتوني من الفيديو اللي فات ويلا بينا نبدأ الفيديو ده وروتين النهارده روتين كده تشجيعي وحماسي وتحفيزي بص كل حاجه يا بنات هتقومي كده تشقلبي في الشقه تقومي تعملي كل حاجه في الشقه معايا بجد روتين كده صباحي يعني كل حاجه هتلاقيها في الفيديو ده فيلا كده تشجعي واتحمسي معايا وقومي كده نشوف اللي ورانا طبعا اول حاجه كالعاده نصلي علي النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدأ الروتين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم واول حاجه كده صليت اللهم ديم علينا نعمه الصلاه اللهم امين يا رب العالمين وبعدها فتحت البلكونه يا بنات ومسكت كده شديت بالمكنسه بعد ما خلصت كده كانت الشقه نظيفه ما كانتش عايزه اي حاجه بعد ما خلصت شد بالمكنسه كده فدخلت بقى زي ما انتم شايفين كده عملت السلالم لان كانت السلالم يعني زي ما انتم شايفين كانت مليانه تراب فكنستها ومسحتها كده وخليتها بتبرق وبعد كده بقى قلت يلا يا اموله كده الجدعاني واعملي المحشي لان المحشي بيقعد بياخد وقت شويه فقلنا بقى يلا طبعا الزيت ده يا بنات الزيت ده من من القلي فانا صفيته يعني من القلي بتاع الكوسه بتاع الفيديو اللي فات فانا صفيته كده وحطيت عليه كمان شويه زيت وجبت بصلتين كده وبدات ان انا اعملهم الوح البصل وبعد كده نزلت بكيس آه صلصه من اللي انا مفرزاه معاكم آه كان في كام آه طبق كده غسلتهم آه بعد كده يا بنات عملت ايه جبت الخضره كنت حطاها في ميه كده وهشيلها هشيل العناقيد بتاعتها وطبعا كالعاده مش هنرمي العناقيد انا مش عارفه انتوا بتسموها عندكم في بلاكو ايه آه بس احنا هنا هنا يعني بنقول العناقيد تمام تمام آه فشلت هشيل منها كده وطبعا مش هرميه آه هنحطها ارضيه لان انا الـ الفيديو الـ بقيت الحاجات اللي في الكوسه من جوه نسيت اخد منهم شويه قبل ما انزلهم طبعا لحماتي نسيت اخد منهم شويه عشان احطهم في الارضيه آه نعمل بيهم آه يعني نعملها فرشه للارضيه وكده آه وطبعا كانت بتخلي الاكل المحشي ارضيته حلو تمام تمام فقلت اتصرفي يا امل الجيش بيقولوا لنا اتصرفوا وكالعاده احنا بنتصرف آه فجيت أه البصلتين الارضيه بتاعتهم شلتها عشان هحطها برضو وعلى العناقيد دي وكمان على ايه تاني يا ربي على قرن فلفل كده وهنعمل كل ده هنعمل فرشة برضو محترمة طبعا هنا كان الكيس فك الكيس التقلية فكت وكده في الصلصة وطبعا كانت اتحمرت بسم الله ما شاء الله كان زيتها مظبوط بدأت ان انا احط الملح واحط فلفل اسود طبعا انا ما بحطش بهارات محشي ولا كده انا بحط البهارات العادية بتاعت مامتي ومامتك والكلام ده ما بحبش انا البهارات بتاعت اليومين دول يا بنات بهارات محشي لا بهارات سمك لا انا بحط الحاجة الاساسية بحط كزبرة وفلفل اسود وملح وشطة وكمان كمان كمون بس كده دي بهارات المحشي وعايزه تاكلي محشي طبيعي زي اللي مامتي ومامتك وبيعملوه وكده ده ده المحشي الطبيعي المحش بقى بتاع البهارات ده انا ما اعرفوش بقى عامه يعني انا مش بحب بهارات المحشي كتير في قلب المحشي انا بحب استطعم بكل حاجه كده كل حاجه ما بتستطعمي بيها الوحيدة كده في المحشي بجد بتبقى طعمها عسل طبعا كنت مطلعه هنا بقى ايه الصدر كان عندي صدر كده فرخه وكان عندي طبق بني فقلت ايه انا هعمل ايه صدر الفرخه النهارده إيه كان صدر واحد بس كان كبير يا بنات وكده فهعمل بيه ايه بقى هبتدي ان انا احط فيه ميه وملح وبس هو كان نضيف إيه وهسيبه يتنقع كده شويه وبعد كده ايه عم اخلص المحشي كده. طبعا فرشت زي ما انتم شايفين كده وده البصل اللي كان باقي من البصل اللي انا ملوحاه يعني كان باقي كده ايه الارضيه بتاعته كده. تمام تمام جيت هنا بعد ما خلصت فرشه كده المحشي هبتدي ان انا انقي الرز واشيل منه الطين بقى وكده وطبعا يا بنات انتوا هتشوفوا ايه في ناس هتقول لي محشيكي غريب والله يا بنات انا احنا بنعمله هنا بالطريقه دي يعني انا من يوم ما اتجوزت وانا بعمله بالطريقه دي وبجد طعمه بيبقى وما تحكموش كالعاده ما تحكموش على حاجه غير اما تجربوها فجربوه الاول وبعد كده قولوا رايكم في التعليقات تمام تمام برضو انا ما بغسلش الرز بتاع المحشي لان بحس ان الرز بيت بيعمل كده بنات يعني مش عارفه بس انا مش بغسله فطبعا بنقيه كويس من اي حاجه فيه وبنزل على طول كده على التقليه بتاعتي او التسبيكه بتاعتي وهلوحه كده على النار مش هيكمل حاجه دقيقتين وخلاص وبعد كده هنزل بالخضره بتاعتي كلها اللي هي الشبت والكزبره تمام انت عندك بقى بقدونس عندك حاجات من دي الحاجات التانية براحتك حطيها طبعا شوية التسبيكة اللي انا كنت شايلهم في طبق عشان قلت التسبيكة هتبقى كتير لقيت لا محتاجهم يعني الرز كان محتاجهم وكده لانه كان ابيض فحطيته نزلت بيه. تاني تمام تمام هلوح كده يعني بصوا مش هكمل دقيقه بس وخلاص وهطفي النار آه وطبعا بزود الشطه والشطه دي اختياري انت لو ما بتحبيش الشطه ما تحطهاش آه بس انا بحبه مشطشط شويه كده بيبقى الشطه فيه حلوه تمام تمام انا مش بحب الشطه كتير في الاكل بس انا بحب المحشي بالذات يكون فيه ايه ريحه الشطه كده يا بنات بحب استمتع بكل حاجه في المحشي آه ان هو يكون يعني ايه طعمه حلو طبعا دي الزيت اللي نزل من من الكوسه اللي احنا قاليينها امبارح فحطيتهم برضو على على الرز كده وهبتدي بقى اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونحشي المحشي بتاعنا تمام تمام طبعا انا هحط المحشيه كانها اه هي المحشيه تتحط المحشيه الكبيره كده هتتحط بس ايه ان ان هي متقطعه تمام تمام اهم حاجه لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس من الكل عشان يوصلك زغروته تقول لك من بيت امل نزلت فيديو وتشوفينا على طول ويا رب كده نبقى يعني اقول لكم ايه يا بنات نبقى نبقى في احسن حال وربنا يرضينا ونكبر مع بعض كده في القناه وكل دعوه بدعها لكم ربنا يزيدكم اللهم امين يا رب العالمين ويديكوا اضعاف مضاعفه من اللي أنتوا بتتمنوه انا بحب ادعي لكم كتير كتير ان ربنا يرضينا ويرضيكم ويرضي كل اللي نفسه في حاجه ربنا يرضاها له اللهم امين يا رب العالمين انتوا عيلتي التانية وبحبكم آه كتير يعني ويا رب كده دايما السعاده آه ملازمة حياتكم اللهم امين يا رب العالمين هنا بقى ابتديت ان انا اعمل طبعا هيفض معايا رز فانا الرز ده ما برموش يا بنات انا بعمل عليه تركايه كده بعمل عليه بصلات طبعا احنا بنعمل ممكن تعمليه مع مع السمك المقلي او السمك المشوي هو ما بيقولش لا الرز اللي هيفضل تمام تمام انما انا عملته كده مع بطاطسايه ثاني يوم عملته مع بطاطسايه فقلت بقى ايه اخلص كده بسرعه بسرعه يعني يعني إيه ما برميش اي حاجه محبش حاجه تترمى طبعا احنا عارفين ان الحاجه غاليه والحاجه بسم الله ما شاء الله طالعه في العلالي قوي فربنا يا رب كده ما يحوجنا لحد وربنا كده يجعل بيوتنا ستر و... وراحه بال وكل حاجه حلوه بنتمناها ربنا يديها يا رب اللهم امين يا رب العالمين طبعا هنا كنت تقريبا قربت يعني اخلص الدور الاول وكنت بوريكم يعني انا حاشية ازاي ما المحشي في الحشوه عشان بتطلع بره آه ما تمام قلت هقلي بقى ايه قرنين فلفل كنت انا خلصت بقى كده فقلت هقلي قرنين فلفل كده حلوين بدو ريحه بصوا ما اقولكوش بقى يعني طبعا الناس بتعمل كوسه وبتنجان وفلفل فانا ما انا عارفه ان في ناس بتعمله بس انا بحب أعمل الكوسه بس انا مش بحب محش البتنجان انت بتحبيه اعمليه إيه بس مش بالطريقه دي طبعا المحش البتنجان معروف ان هو بيتقلى وبتقور وبعدين يتقلى كده وبعدين تحطيه انا مش عارفه بقى في ناس ما في ناس بتعمله كده وهو بصوا انا ما جربتوش بصراحه ولا جربت ان انا اعمله مره يعني ما جربتوش خالص فعشان ما احكمش على حاجه انا ما عملتهاش. بس انا بشوف ناس كده بيعملوه تمام تمام هنا كنت خلصت بقى وطبعا نزلت بشويه الزيت قلت ايه دول يدوا ايه طعم كده وحاجات يعني ريحه الكوسه فيه فنزلت بش بآخر شويه زيت كده وهبتدي بقى طبعا امسح قبل ما احط اي حاجه من زي كده بنات قولوا لي والله لان انا بجد بحس ان انا عندي الحاسه الثابته طبعا بحب احط الحاجه والبوتاجاز نظيف كده وكل حاجه نظيفه زي ما انتم شايفين كده همسح كل حاجه وهبتدي بقى ان انا احط المحشي معايا على النار بقى وخلاص كده تمام تمام اهم حاجه نصلي على النبي كتير عليه افضل الصلاه والسلام وطبعا هنا بقى هبتدي ان انا احط الشوربه إيه طبعا انا ما عنديش شوربه وما كنتش لسه عملت المحشي ال إيه إيه ما كنتش عملت اللي هو الفراخ فقلت بقى ايه لا هحط بقى ايه شويه ميه كده وخلاص وعليهم شويه شطه وشويه ملح لان حسيت ان المحشي عايز ملح تمام تمام فهنا جيت بقى ايه عملتهم كده ممكن لو عندك شويه صلصه ممكن تحطهم بس هي الصلصه بتاعته كانت مظبوطه وبصراحه الصلصه كانت خلصت من عندي بس الصلصه كانت مظبوطه فيه والتسبيكه كانت مظبوطه فيه وكالعاده بقى طبعا عارفين في ايه القطر فمش مشكله طبعا ولكنكم سامعين حاجه جيت هنا بقى قلت ايه, إيه كان في مواعين كده صفت ونشفت فقلت بقى ارجعها مكانها وجيت بقى ايه قلت اما اخلص المواعين بقى كده واغسل المواعين دي اول باول كده عشان كل حاجه عمال المحشي آه يعني ايه يطلع البخار بتاعه كده وانشف وبعد كده احطه على على نار هاديه تمام تمام فقلت بقى اغسل المواعين كده وانا واقفه الحاجات اللي, اللي انتم شايفينها دي ودي احلى حاجه يا بنات طول ما احنا واقفين في المطبخ كده آه نستغفر ومع الاستغفار كده او نصلي على النبي ومع كل ده تقومي عامله ايه تقومي غاسله كده بتلاقي الحاجه بصوا في ثانيه كده ما تخرجيش من المطبخ غير المطبخ نظيف يعني تخلصي اكلك وتخلصي حاجتك تكون المطبخ نظيف نرجع بقى ايه بعد الغدا نغسل المواعين وخلاص يكون كل حاجه نظيفه والبوتاجاز نظيف بعدها وكل حاجه نظيفه آه كل ده لو ايدك دايما في الشقه بالطريقه دي الطريقه اللي انا بقول عليها دي والله العظيم مطبخك هيفضل نظيف على طول مش هيكون فيه اي حاجه اي طبعا هتبص للمطبخ بجد هتفرحي ان انا عارفه ان بيجي علينا اوقات والله نتعب فيها والله وانا كده وكلنا كده بس دايما كده بدان ربنا عطينا الصحه ربنا يدينا ويديكم الصحه اللهم امين يا رب العالمين ويبارك لكم في صحتكم ويبارك لي في صحتي اللهم امين يا رب العالمين بس دايما بقول ايه يلا نعمل الحاجة إيه بدن ربنا عطينا الصحة يعني الحمد لله إيه امي واعمل حاجة. تعبانين والله غصب عننا مش هنطيق يعني فهننام تمام تمام زي ما انتم شايفين كده بقى جيت هنا إيه طبعا فضيت الرز هنا في في البتاع دي في علبه التلاجة دي وهحطها بقى ايه لتاني يوم إيه نبقى نعمله باذن الله ببطاطس وكده جيت هنا بقى اغسل الحله برضو قلت مش هسيب حله ولا هسيب اي حاجه كل حاجه تتغسل كده ونشف الرخام وخلص كده اللي ورايا طول ما انا واقفه لحد ما كل حاجه تطبخ وطبعا الحله دي هغسلها بقى واسيبها ايه تتحط في المصفى في الصفايه كده طبعا هنا كنت طبعا حطيت كان الرز بتردد وكده فحطيت دي تمام حطيت الطبق ده عشان ايه البخار يطلع ايه كله يستوي تمام تمام اه هنا بقى كنت حطيت معلقه سمنه كده ونزلت بقى طبعا ايه بالبهارات اللي هي الفرخه محطوط عليها اه طماطم وبصل وورق لوري وشويه ملح وشويه فلفل اكتر من كده ما بحطش تمام تمام فهسيبها كده تتلوح وكنت اه بوريكم المحش برضو لسه بتردد وهبتدي بقى هنا كنت بوريكم ان انا غسلت المواعين والمطبخ نضيف وطبعا كان بتاع الرز جردل الرز كان خلص فهروح املاه طبعا وهخلص طبعا هنا كان الرز كان المحشي استوي كده فكنت بوريه لكم بجد يا بنات ريحته تحفه وطعمه والله العظيم مش هتشبعوا اكل بيه والله ما هتشبعوا اكل منه تمام تمام هنا كانت برضو الفراخ اتطبخت وهنا بقى كان النور عملها معايا وقطع وجهزت الاكل كالعاده ربنا يديم علينا نعمته وكنت عملت شويه لسان العصفور كده وربنا يديم علينا نعمه يا رب اتفضلوا معانا والى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم